إلى مستويات حمراء وخطيرة باتت تشكل أزمة التصحر في النجف المطلة على صحراء طويلة وعريضة، فبالإضافة إلى تكرار العواصف الترابية وازديادها مؤخرا، يحذر متخصصون من وصول هذه الأزمة إلى الأمن الغذائي للمواطنين بعد تصحر وتيبس مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المحافظة. التصحر والاحتباس الحراري وقلة الإطلاقات المائية التي تأتينا من دول المنبع وقلة تساقط الأمطار أثرت سلبا على المساحات الزراعية اللي موجودة في محافظة النجف وعلى العراق عموما. توجه للجهات الحكومية لتبني أفكار زراعية حديثة لزراعة أغلب المناطق وتوسيع الزراعة أفقيا وعموديا حتى نضمن تحقيق الغذاء وتوفير الأمن الغذائي مستقبلا. هنا في هذه القاعة تجمع المسؤولون في النجف برفقة أكاديميين وناشطين علهم يتوصلون إلى استراتيجيات وخرائط طرق تسهم في تخفيف أعباء التغير المناخي، مع دعوات لتفعيل المادة 33 المعنية بتوفير ظروف بيئية سليمة. ظاهرة التصحر التي سببت لنا مشاكل صحية ومشاكل زراعية ممكن معالجتها من خلال العديد من المقترحات والتوصيات، ومن أهمها طبعا زيادة الغطاء النباتي في الصحراء وزيادة مصدات الرياح، وممكن استخدام بعض المواد اللي هي منتجات نفطية. تطبيق المادة الدستورية الموجودة، المادة 33 من قانون الدستور العراقي اللي هي على الدولة تلتزم بتوفير بيئة سليمة للمواطن أولا، بعدها الاهتمام بالمحميات الطبيعية، كذلك معالجة شحة المياه، معالجة التصحر. فاليوم هكذا مؤتمرات تعزز الجانب البيئي كذلك للنهوض بالواقع الصحي والبيئي. ويخشى المزارعون والمواطنين في النجف على حد سواء من استمرار أزمات التغير المناخي وشح المياه التي قد تصل إلى خطر فقدان الأمن الغذائي ما لم توضع الحلول والبدائل في القريب العاجل. وتبقى التوصيات التي تستخرج من هذه الندوات والحوارات المعنية بالقضايا البيئية سجينة التطبيق وآلياته واقعيا في ظل تفاقم مشاكل شح المياه والتصحر إلى مستويات غير مسبوقة. من النجف، محمد رزاق، التغيير.